كان في فيلم قريب انا ناسي اسمه ده لسه من 3 4 ايام بس اتعرض عليا واعتذرت. وكان في حاجه قريبه لصديق وحبيبي يعني مصطفى بصريع كان فيلم برضو انا بقى معاه برضو اعتذرت بعد ما قريت. وفي فيلم اتعرض عليا قريب انا ناسي اسمه لقيت فيه دور محامي يشبه دوري في ولاد 9 محامي بخيل. أنا ممكن أعمل دور 5 مسلسلات في وقت واحد وتعرضوا كلهم في رمضان والخمسة يبقوا شرير. الخمسة مبقاش فيهم كوميديا ولا الكلام ده، يبقوا كلهم شرير. بس ده شرير إزاي وده شرير إزاي وده شرير إزاي وده شرير. يعني أنا السنة اللي كانت 2017 أعتقد لما عملت فيها هي ودافنشي وعملت فيها الميزان. ده شرير جدا وده شرير جدا جدا. انما ده حاجه وده حاجه تانية خالص. فانا ما عنديش مانع ان انا ممكن اعمل دور شرير في 5 مسلسلات في رمضان في نفس السنه والخمسه بيبقوا مختلفين. لا ما هو اصل في حاجات كتير قوي احنا انا مش من النوع اللي احب افتخر بان في ناس بتجيلي وانا بعتذر عن الدور او الكلام ده. زمان كان السوبر ستار او الكلام ده لما بيتعرض عليه دور معين لانه كبطل وبيعتذر عنه مصر كلها بتبقى عارفه. لكن انا دلوقتي عشان بقوم بادوار تانية وادوار تالتة وضيف شرف احيانا وكل الكلام ده بيتعرض كتير جدا بس مفيش حد بيعرف على الموضوع ده. وانا مش من النوع اللي غاوي اكتب الكلام ده لا على السوشيال ميديا ولا في الصحافة بسبب انشغالي وسبب ممكن الورق ما يعجبنيش ممكن الموضوع مش وقته بالنسبة لي فبعتذر.